الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده هنشوف مع بعض مهارات جديده وهنعمل وصفات اتطلبت مننا بناء على طلب حضراتكم. هي مقرمشات ويعني مش مقرمشات، هي شويه حاجات للافران جميله جدا. هنعمل منها الحاجات اللي ناكلها مع الشاي بلبن كده او مع القهوه. هنعمل اول حاجه وصفه القراقيش او المنين، والمنين هنعمله ليه كده طريقه حلوه قوي، سواء ساده هنقول لو ساده هنضيف عليه ايه، ولو هو يعني بالعجوة ممكن نعمله بالعجوة كمان. هي وصفة مفيدة وجميلة جدا. تعالوا كده نقول مقاديرها ونبدأ بقى نحكي عنها واحنا شغالين مع بعض. عندي القراقيش السادة أو بالعجوة، عندي نص كيلو من الدقيق، عليه كوبايتين من السمن، معلقة كبيرة من السكر، رشة ملح، كوباية وربع من اللبن، أنا بعجنها باللبن. عندي بقى عجوة دي مفرومة أو تمر، لو عندكم التمر طري تقدروا تستخدموه، يا دوب بس تعملوه بايديكم كده يعني على النار بشويه ميه صغيرين، عايزين تطعموه برشه قرفه ما تطعموهوش خالص مفيش مشكله، ينفع جدا وبيبقى جميل، المهم انه يبقى طري، مفيش هيبقى العجوه المفرومه اللي احنا بنستخدمها دايما. عندي بقى لو انا هستخدمها ساده هضيف معلقه من اليانسون، ودي بتبقى طعمها جميل قوي قوي قوي. اليانسون يعني بيدي كده طعم حلو للقراقيش الساده. طيب انا عايزه هنا ادفي شويه اللبن دول، بسم الله حطهم يدفوا شويه. طبعا هي وصفه ما فيهاش خميره خالص، بس انا بحب ادفي اللبن ليه؟ بحب العجينه تبقى كده ايه طريه وحلوه ويعني رطبه كده. طيب هنبدا بقى ايه ده، بقى ممكن نقف كده في المطبخ نعمل شويه حلوين ونروح شايلينهم. في منهم بيتشال بينهم فروق كده من ورق الزبده في علبة حلوة علشان تحافظ على القرمشة بتاعتها وعلى ريحتها، وفي جزء ناس ممكن تشيل منه في الفريزر وتطلع منه وقت ما هي عايزة، بس زمان كانوا بيشيلوه في الأقفاص الكبيرة قوي دي. شوف بس هنا كده العجان ناشف. طيب أنا لو هستخدم القراقيش، بصوا بقى هاخد كده من اليانسون، هاخد رشة ملح بسم بسيطة قوي، طرف المعلقة حاجة بسيطة. عايزة أقول لكم إن القراقيش دي أصلاً فلسطينية الأصل، بيحضروها من الدقيق ومن اليانسون ده ومن كمان السمسم ومن الخميره، لكن في مصر احنا بنحشيها بالعجوه وبننقشها كده بالمنقوش، بنعمل منها مدور بنعمل منها طويل، يعني ايه هنشوف مع بعض. وطبعا هم مش حاطين لي سمسم بس هيجيبوا لي سمسم دلوقتي. ادي كده ايه، بصوا بقى معلش عشان نعملها صح الصح بقى وتتبسطوا بيها جدا الوصفه الجميله دي. هاخد كده، لا انا هقول لكم بقى، هاخد كده الطاسه الجميله الصغنونه دي، هحمص اليانسون. هنحمص بقى اليانسون ده، احلى بقى منكهات يانسون، شمر، اي حاجه انتوا عايزينها حمصوها، طلعوا الزيوت الطبيعيه اللي فيها عشان تلاقوا النكهه والطعم قوي حلو، تحسوا كده ان انتوا بتستمتعوا بيه. واحنا مش هنحط كتير، اللي ما بيحبوش ما يحطوش، فخلينا كده نحط هنا وهحط شويه اليانسون اهو. عايزه اقول لكم اليانسون ده من احسن الحاجات للسيدات المرضعات، لانه بيفتح الشهية، بيحسن من صحة الجهاز الهضمي، بيعالج الصداع، التهاب الحلق لما بنكون تعبانين، بيطرد البلغم، مسكن رائع لما يبقى فيه آلام أو مغص. عايزة أقول لكم من الحاجات الجميلة جدا. بصوا أنا باخد اليانسون كده، هتبدأوا تلاقوا ريحته بدأت تطلع وغمق سنة، الغمقان ده بدأ يطرد أو يطلع الزيوت اللي فيه الطبيعية، وبعدين تشموا الريحه بقى الحلوه. انا هنا دفيت اللبن، مش عايزه ادفيه زياده، يعني انا مش بسخنه يبقى سخن مولع، يعني انا بس يا دوب ايه فاتر، يبقى فاتر خلاص تمام قوي. هرفع بقى اللبن هنا، هاخد الدقيق اللي حطيت عليه رشه الملح، هاخد السكر هضيفه هنا مع اللبن وهدوبها كده مع بعض. بصوا بقى هنا هتبدا بقى ايه، خد الاسباتولا دي، ريحه اليانسون بدات تطلع. اعملوا كده في اليانسون، حتى لو هتعملوا كوبايه يانسون تشربوها، خدوا شويه منه، لو احنا بنجيب كميه شيلوا شويه في الفريزر وخدوا شويه حمصوهم على الطاسه كده جافه، تطلع الريحه بتاعته وزيوته الطبيعيه. حطوه في برطمان بس بعد ما يكون هادي وبرد، عشان الرطوبه البخار الخفيف ده ممكن يعفنه لو قفلنا عليه بدري، فلازم تسيبوه يبرد يبقى جاف تماما، والبرطمان خلاص فاضي وتهزوه كده تلاقوه ما فيهوش اي، مش دافي خالص خلاص، وتروحوا شايلين. تعالوا بقى معلقه يانسون تصبوها في الكوبايه وتحطوا عليها الميه المغليه
وتغطوه كده 10 دقايق تشربوا بقى اليانسون جميل. عايزين تغلوه مفيش مشكله زي ما انتم عايزين. عايزه اقول لكم كمان الشمر حلو قوي للمرضعات لانه بيساعد في ادرار اللبن. الشمر كمان هايل. بصوا انا حمصتها اهو، هسيبها بقى، رفعتها من على النار خلاص. وهنا وهو مهدئ الاعصاب في ناس كتير قوي يعني بياخدوه قبل النوم يحبوا يشربوه زي اللبن كده. بصوا بقى انا دوبت هنا في اللبن السكر بتاعي، حطيت هنا رشه ملح على دقيقه على نص كيلو. عايزه اقول لكم بقى لو اتحط عليه البابونينج بيبقى بينام في ثانيه. اليانسون مع البابونينج بيزيل الارق تماما. بسم الله هناخد كده الدقيق وهاخد كده السم معاه. نقلب بقى الخليط الحلو ده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى هقلب الاول عجين ساده، هاخد منه جزء الاول لو هنعمل منه جزء بالعجوه، وبعدين هحط بقيه اليانسون على الجزء اللي هعمله ساده بس باليانسون. تمام. وهنبدا بقى نضرب كده المكونات دي مع بعض. وتعالوا بقى نضيف اللبن شويه شويه. ناخد اللبن الدافي. بسم الله. نقفل بقى هنا. بسم الله. هناخد شوية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب. بصه بس على القوام، القوام حلو بتاع العجينه على فكره جدا. نحط نقطه بس من اللبن الدافي تاني، طبعا على حسب نوع الدقيق بنضيف السوائل، عشان كده بقول لحضراتكم حطوا شويه شويه. بسم الله. خليني بقى اخد حته ساده من العجينه الحلوه دي، حته كده ساده دي كفايه، ممكن اخد دي كده كفايه اعمل بيها جزء العجوه اللي هنا. وهضيف بقى اليانسون على شويه العجينه الحلوه اللي احنا قلنا دول، ونركب كده الكف كويس ونخلطهم كده مع بعض عشان نبقى عملنا جزء سادة وجزء نحشي عجوة. الله ما شاء الله. طيب خليني اخد من هنا، ادي السادة وادي اللي فيه اليانسون كده. بصوا العجينه جميله وطريه وحلوه مرنه ازاي، تشكيلها كمان جميل. الرقيش دي روعه. شايفين العجينه حلوه، انا بس بعمل كده عشان نسبه اليانسون تتشكل في العجينه كلها، يعني تبقى جوه العجينه. شايفين؟ حاضر هدوي العجينه النيه دي يا شيمو، توجع لك بطنك يروح قلبك. بصوا بقى دي الساده، نفرد كده شويه، نجيب البوله دي عشان مضايقه مخرجنا. هفرد بس عشان التكييف هنا ما شاء الله، انا افرد وهو ينشف بس ما بيعملش حاجه تانية غير كده. الحمد لله نعمه وفضل. ها
الحمد لله، نحمد ربنا والله. نقول فوائد العجوة. بصوا بقى كده، بصوا البلح بقى، عايزه اقول لحضراتكم ليه بقول لكم البلح الطري ممكن يبقى مكان العجوه كمان. البلح الطري، البلح الطري ده ليه فوائد كتير قوي. النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا من تصبح كل يوم بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر. فالتمر ده عايزه اقول لكم علاج لكل سوء، حلو بجد. وعايزه اقول لكم الولاد اللي عندهم انيميا بنديهم التمر ده الصبح، عارفين بنحطه في اللانش بوكس كمان، بيعالج بقى من الدوخه من الهبوط، بيساعد على التركيز بشكل كبير. بصوا بقى انا عايزه ايه، اخد دي كده بالسكينه، بصوا كده، عايزه اقول لكم بيعالج الامساك، بيساعد في التركيز. يعني انا لو ايه، لو هاخدها مثلا كده، عايزين تعملوها بقى صغيرة تعملوها كبيرة براحتكم. بصوا اكيد يا حبيبة عمري انتي والله، بصوا كده، بصوا هنعمل واحدة تانية بحتة دي، مش هسيبها، استنى هنسكسكها. يعني ايه نسكسكها؟ نشكشكها. حاضر. عسل. البنات دول نعمة فعلا والله بجد، البنات دول يعني انا بحب البنات جدا، بحبهم لما بيبقوا كمان عارفين ايه، عارفين البنات المتربيين الحلوين دول اللي الواحد يحس ان هم من الجيل القديم، دول هم التيم اللي معايا في الكنترول، دول كلهم حقيقي بجد والله حبايبي. بصوا كده دي اللي بالتمر، هنعمل بقى واحده كمان، ناخد العجينه الساده دي مش هنسيبها، التمره اللي طلع دي نضمها مع دي وناخد بقيه العجينه الساده عشان نكمل الصاج كده. نعمل ايه العجينه، بصوا العجينه طريه والله ما محتاجه حاجه، بقى انا بريحها على الصاج، انا ما بريحهاش زي ما قلت لحضراتكم في ايه قبل يعني وبعدين افردها، لا انا بشتغل فيها على طول، ما انتوش محتاجين. ناخد كده كده، نحط الحته الزياده دي راحه فين، تعالي اهو شايفين ازاي؟ ناخد السكينه كده الحته الزياده دي، ممكن بقى نضمها للحته دي كمان، وناخد كده شايفين؟ اساوي بس. بقطع الحرف ده بس كده عشان يبقوا شايفين؟ دخلها بقى الفرن وانا هشكل صاج تاني من اللي باليانسون دي اللي كده، اللي بالعجوه اللي عملناها او بالتمر. عايزين بقى تحطوا على وشها سمسم، انا هسيب دي ساده. ماشي، ايه رايكم؟ خلاص نسيب دي ساده كده وندخلها الفرن حراره 180 على الشبكه في النص، تاخد لها 10 12 دقيقه وتطلع ان شاء الله جميله باذن الله تستمتعوا بيها. نقفل بقى وتعالوا انا هشكل دي. بصوا دي بقى بعملها ازاي، باخد كده العجينه اقسمها نصين اهي، وبعملها رول كبير عشان حضراتكم تبقوا شايفين، رول كده. وطبعا على حسب الحجم اللي حضراتكم عايزينه، ممكن ناخد ايه حاجه بسيطه قوي، رشه بسيطه قوي يعني كده، تعفيره خفيفه من الدقيق بس عشان ايه تمسك معايا. الارتفاع ده شايفينه؟ ارتفاع سنتي تقريبا. وهاخد كده هساوي بقى كل ده في الاخر اهو الساده. ما انا لسه في حته تانيه عاملها لكم ما تخافوش،
اهو ناخد الصاج التاني. حاضر، نسيب حته عجينه عشان شيمو. ماشي، مش عارفه هتاكلها ازاي نيه كده، بس ماشي اهو. شايفين؟ انا مش عارفه لازم نسال مامه شيماء في الموضوع ده. بصوا دي رفعوها، ما تخنوهاش لو عايزين. شايفين؟ دي اللي باليانسون اللي حمصناه سوا مع بعض، التحميصه اللي حضراتكم شفتوها. انا بقى هكمل بعمل كده رول زي ما اتفقنا، خلوه بارتفاع سنتي. وعايزين تعملوها صغيره على فكره، ممكن تتعمل ميني، في بيتباع ميني كده صغنن قوي، ممكن نعمل صاج كده فيه ميني، تاكل على بق واحد تبقى روعه. ناخد كده المخدنه ونمشي كده. شايفين ازاي؟ اهو خلاص، ويلا بينا. انا بقى هدخل دي كمان الفرن، اهي قطعتها زي ما حضراتكم شايفين بالورد كده. وهنبدا نحط على الصاج بتاعنا وندخلها الفرن. في ناس بتحب تدهنها على الوش وتحط عليها حاجه او تديها لون، وفي ناس بتحب تسيبها كده. ايه رايكم؟ عايزين تدهنوها دهنوها لبن، يعني براحتكم طبعا. اهو هعمل كده. في ناس بتدهنها كمان مع اللبن قهوه سريعه الذوبان، تدي لون محمر، ده عارفينه بيبقى روعه. اهو تعالوا بقى اهي، ودخلوها بقى الفرن. وصحة وهنا على قلب حضراتكم، تطلع بقى الروايح الجميلة من الفرن. ما انا هم سايبه لها اهي 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 يا شيماء، بتحلم بالشوية دول انا سبت لها. تعالوا بقى ندخلهم الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بقى يلا بينا. هنا بس مرفوع عن الفرن، مرفوع اول واحدة فوق عشان تاخد لون حلو من تحت، وبعدين نطلعها على الرف اللي فوق عشان تاخد لون. نقفل بقى كده ونستسمح حضراتكم في استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفاتنا في انتظار حضراتكم.